عندنا الآن مراتب الإيمان بالقضاء القدر أربعة، يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقضاء القدر: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا العلم. الكتابة، أمر الله سبحانه وتعالى القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، كل شيء مكتوب. الثالث المشيئة، للعبد مشيئة وإرادة، نعم، لكن تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأتوا حرثكم أن شئتم. الرابع الخلق، فالعبد مخلوق وأعماله تابعة له فهي مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون.